يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قراءة سورة الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب هل هذا من السنة وما حكم المداومة عليه؟ نعم من السنة أنه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، في راتبة الفجر وراتبة المغرب، هذا السنة. نعم وإذا داوم عليه لا بأس. نعم.